ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناة. انا نوج، والنهاردة عندنا فيديو ميك اب لوك ده اللي انا كنت عاملاه في فيديوهين. هم اكشلي كان نفس اليوم متصور بس اتقسموا الفيديوهين بتوع جولي شيك، الحاجات اللي وصلتني منهم. فكنت حاطة الميك اب ده، وانا عايز اقول لكم حطيته كده، وهو ده الميك اب اللي انا اليومين دول بحطه. هتعرفوا ليه بالذات ده على اواخر الفيديو كده، وانا بحط الهايلايتر هتعرفوا ليه. ولقيت تحت في الكومنتس حد كتب لي انه عايزين نشوف اللوك كده، واتسالت كتير على الروج، يعني انتوا طلبتوه فهذا هو. عايز اقول لكم انه اسهل ميك اب توتوريال هتشوفوه عندي على القناه، واسرع توتوريال، وغير كده هو شبه، يعني في شبه كبير قوي من الميك اب الصيفي اليومي اللي انا كنت عاملاه. هو تقريبا نفسه مع اختلافات بسيطه، فمش عايزه اطول عليكم. يلا بينا نبدا الفيديو عشان تعرفوا ازاي انا عملت اللوك ده. بس قبل ما نبدا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه او اشتراك في القناه، وتدوسوا على علامه الجرس علشان يوصل لكم اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. قبل ما ابدا، حطيت لينسز لونهم ازرق من فيكتوريا، اسمهم ديفا مات. اتمنى ان هم يكونوا واضحين، بحبهم جدا وشكلهم طبيعي نوعا ما، مريحين جدا في العين، يعني حبيتهم الصراحة. هبدأ أول حاجة هحط مرطب العين من بوتس، وبعدين هستخدم كريم النهار من يور جود سكين. فقرة المرطب ديت مهمة جدا للستب اللي بعدها، من غير المرطب الدنيا مش هتبقى سلسة كده. محتاجين بقى المرطب علشان ندمج بيه التنت ده. التنت ده قوي جدا جدا، فهحط يعني نقطة بسيطة، هدمجها بسرعة. بعدين هاجي بالكفر ستيك بتاع اسنس وبرشت كونسيلر فلات. هاخد الكونسيلر وهداري بيه التصبغات. يعني الخطوة دي مش لازم اداريهم 100%، لا، يعني حاجة كده بس خفيفة. وهنا عند العروق الزرقاء اللي عند العين. بعدين هستخدم لحواجبي قلم حواجب من جولدن روز. عايز اقول لكم ان انا مش راضيه نهائيا عن طريقه رسم حواجبي الفتره دي. زي ما قلت لكم، انا ما زلت في يعني بحث عن برودكت يخلي حواجبي ابقى راضيه عنهم 100%. بس في الوقت الحالي الصراحه كنتش حابه القلم ده الاول، بعدين حبيته، ظريف يعني وسهل الاستخدام. بس فكرة انك لازم تبريه علشان يبقى خفيف دايما على الشعر، ما يحركوش ويوقعوا. وبعدين هستخدم ماسكارة الحواجب ديت من باينابل، بس عشان نفتح بيه الحاجب. قبل ما اكمل هحط مرطب الشفايف من لونا. بعدين هستخدم الباليت دي من نيكس، وهستخدم اللون الاورنج اللي فوق في الكورنر. هاخد على الفرشة حاجة بسيطة وهوزعه على الجفن كله. اللون الاورنج هيدي كده زي دفء للعين، وكمان هحط تحت خط الرموش. بعدين جوه العين هستخدم قلم بيج او اوف وايت من اميلي. بعدين هاخد الهايلايتر الكريمي دوت من مكياجي، وهو لونه سيلفر، وبفرشه بنسل براش هاخد من الهايلايتر واحطه في الانر كورنر او الكورنر اللي جوه من العين. وبعدين لاكتر خطوه، يعني هو تقريبا البرودكت ده هو اللي بستوحى منه خلاص الميك اب، هو البرودكت ده هايلايتر ستيك من كاتريس. انا طول عمري بحب الهايلايتر الباودر، ما بحبش الكريمي، و معرفش ليه عجبني لونه. هو لونه بينك، مش عارفه اذا هيبان على الكاميرا ولا لا، هحاول ابينه لكم. هو نفس لون الكفر اللي بره، هو بيبي بينك كده وفي لمعه، وهو مكتوب عليه ان هو دوي ويت لوك، يعني بدي اللوك كان وشك عليه ميه او مبلول، وهو فعلا بيعمل كده. بس مشكلته انك لو حاطه فاونديشن او كونسيلر او اي حاجه وانت بتعملي الستيك يشيل الفاونديشن او الكونسيلر. فمن هنا استوحيت ان انا مش هحط فاونديشن عشان احطه، وبحطه على المناطق اللي عايزه اعمل لها هايلايت. فوق الحاجب بعمل كده حرف سي زي ما انتم شايفين، على مناخيري حاجة بسيطة براحة لأن كان في هنا كونسيلر، وعلى التقل بيدي جلو كده طبيعية جدا، تحس ان انت بتجلو فروم انسايد. المشكلة ان هو بيفضل بقى
ملزق كده او مش ملزق مبلول ما بينشفش. فبعيدي بقى ايدك عن وشك على قد ما تقدري. وبما اننا مش هنركب رموش فهحط بس ماسكارا. وقبل ما احط ماسكارا هستخدم كسره الرموش عشان ارفع بيها رموشي. وبعدين هستخدم ماسكارتي المفضله دون منازع, ماسكارة اسنس الفوشة ديت اي لاف اكستريم. البنات اللي مجربتهاش فايتها نص عمرها. محبين الماسكارة, البنات محبين الماسكارة. مشكلتها ان هي اول بس ما بتشتريها بيكون لسه برودكت كتير جواها فبتكلكع, بس مرة على التانية الفرشة بتتظبط وبتعمل لوك فظيع. بس لازم تحطيها بالراحة طبق, يعني طبقة اتنين بالراحة. خدي وقتك في الماسكارة. لو عايزة تعرفي ازاي طريقة انك تحطي ماسكارا بالطريقه الصح وازاي تحافظي على رموشك, ازاي انا باخد بالي منهم, تقدري تدوسي على اللينك اللي هيظهر فوق, عامله فيديو بتكلم فيه عن كل الحاجات ديت. دلوقتي اخر حاجه هستخدم الليكويد ليبستيك ده من شيا تشاو سيا, ما اعرفش. هو براند لقيته لما نزلت مصر. و اكشلي هحكي لكم قصه الليبستيك دوت في فيديو اخر, هوريكم فيه الحاجات اللي انا جبتها من مصر وهقول لكم رايي في الليبستيكس ديت وفي ليبستيكس ثانيه جبتها. يعني هيكون فيديو مشوق ان شاء الله, استنوه. مش عارفه بالظبط هينزل امتى بس هصوره وهتبسطوا. طبعا اللون زي ما انتم شايفين كده هو باين على الكاميرا, انا شايفه ان هو اغمق بس هو افتح في الحقيقه وبعد ما بحطه بيغمق. بس يعني انا ما عنديش مشكله في ان هو بيغمق. انا عندي دايما مشكله في ان هو يكون مريح على الشفايف, لان انا شفايفي دايما ناشفه صيف شتاء صبح بالليل في اي وقت, فدي اهم حاجه بالنسبه لي. طبعا عايز اقول لكم ان اكتر حاجه اتسالت عليها في الميك اب ده في الفيديو كانت هو الليبستيك. فهي دي البراند لو عايزين تاخدوها سكرين شوت, والدرجه ديت رقم 5. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده, فيديو الميك اب لوك ده من غير فاونديشن, من غير حاجات كتير. فيا رب يكون عجبكم, استفدتوا واستمتعتوا وانتم بتتفرجوا عليه. وما تنسوش لو عايزين تعرفوا اخبارنا واخبار القناه تابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا, على الفيسبوك تويتر انستجرام سناب شات, واكيد على اليوتيوب. هتلاقي كل الاكونتس تحت الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشه خلال الفيديو, كمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي, باي باي. يا نوايد المطر ولفت العشقين. دلوقتي اخر حاجة هستخدم واسحري كل العيون من كل الكبرياء وطيبة بسم الله وعز. بعدين هاخد الهايلايتر الكليم الكليمي خليتي بقى في قلوب يلي صحيت القلوب. اول مره احس ان صوت الساعه عالي قوي كده. هو عالي اصلا وبسمعه في الفيديو بعد كده وانا بعمل اديت, بس حاسه داخل هنا.